مدام سر مدام سر الاعلام هذا داخل في الاعلام. حنا بغينا اللجنه الاعلاميه يكون واحد التصور كيفاش بغينا شنو باغيين الصوره اللي باغي نقدموها لهذا المهرجان. يعني مثلا دابا لان هذا الشيء خصو نقاش شنو باغي حنا بهذا المهرجان شنو باغي الصوره المدينه اللي باغي نقدموها في الاعلام. وهنا هنا ما عرفتش انا بالنسبه لاترشي دو بريس يعني شنو عملتوا؟ لان احنا بالنسبه لنا احنا مثلا استدعيتونا ولكن شنو طالبين منا؟ ما عرفوش شنو طالبين لان الاعلامي كيجرى راه كيقوم عمليه توثيق الاعلام حتى هو المهرجان كيعطي صوره يعني كيخلي واحد الاثار باش الناس اللي جاو كيلقاو هذا المهرجان مثلا يشوف غير صوره كيقول هذا راه المهرجان تاع الصوم الكفاوي. اذا هناك توثيق هناك الاعلام والاعلام الدور ديالو اكثر هو انه كيسلط الضوء على المهرجان يعني كيعطي واحد هذا هو قلت لك كان ممكن ولا نفتحوا شي نقاش في الموضوع يمكن مشكل. مادام ان احنا مادام ان حضرنا وهذا اللقاء هذا مفتوح للاعلام يعني ممكن نناقشوا الموضوع. واخا ان شاء الله دونك بالنسبه لهذه المساله اللي قلتي نحاولوا نديروا شي جلسه ان شاء الله ونناقشوا فيها هذه الامور هذه. واخا بالنسبه لي انا يعني انتم كصحافه محليه او جهويه او وطنيه ف الدور ديالكم هو انكم تبينوا المهرجان وتهزوا بالمدينه وتهزوا بينا واحتفال بعيد العرش ومهرجان كبير عنده رعايه ديال سيدنا. احنا يعني كطلب بسيط وبين قوسين اسمحوا لي على هذا المصطلح ديال الطلب فكنطلبوا منكم غير تهزوا بالمهرجان تبينوا داك الثمره اللي كنضربوا حنا تبان للناس يشوفوها ويفرحوا وينشطوا. هذا هو الربح ديالنا حنا هو الناس يكونوا فرحانين وداك الشيء اللي دار يبان ويتشاف فقط لا غير. زعما ماشي غنطلبوا منكم شي حاجه بالعكس نتوما اللي قدرتوا تعاونونا به واللي قدرتوا ديروه الله يرحمكم عليه الوالدين ما نقدروش نطلبوا منكم بالعكس اللي جات عندكم مرحبا و الف مرحبا. هذه من جهه واحد النقطه واحده اخرى سي محمد هضرتي على التكريم غنجاوبك على التكريم حيت انت ما قصدتيش داك التكريم قصدتي التكريم ديال المؤسسين ديال الجمعيه. بالنسبه للتكريم ديال المؤسسين ديال الجمعيه كان ولكن كان اونتخنو هما ناس كاين اللي عنده الاسم ديالو كاين اللي عنده منصب كاين اللي عنده فضل ان داك التكريم يكون بيناتنا وكيفضلوا انه ما يبانوش في الصوره حتى هاد الاسماء اللي كنذكروهم كون اكيد اننا غنخرجوا غيقولوا لنا علاش جبتوا الاسماء ديالنا حنا داكشي درنا للمدينه وما كنطلبوش اننا نبانو في الاعلام. دونك السؤال واحد اخر كان ديال سي صبيطي على الكرنفال سولتي على الكرنفال. فالكرنفال بحال كل سنه كنحاولوا اننا نخدموا على الشعار اللي هو العرائس في الثقافات في منتقى الحضارات. دونك هذا الشعار حاولنا هذا العام اننا نجسدوه في الكرنفال وحاولنا اننا نستحضروا الارث الثقافي ديال مدينه العرايش بداك الشيء اللي قدرنا عليه حاولنا اننا نستحضروه. غتكون فرق موسيقيه استعراضيه غيكونوا رقصات غيكونوا عروض ديال البهلوان المهم بحال كل سنه وطبعا كل سنه كاين تجديد. يعني هذا العام عاوتاني كاين فرق جديده اللي ما عمرها حضرت معنا ما عمرها كاع شاركت في الشمال بصفه عامه فرق كبيره واستعراضيه اللي ان شاء الله غتعجبكم وكنتمناو من الله التوفيق ونكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا في المستوى وتكونوا معنا ودعمونا وتشجعونا ولا كان اي سؤال اي مداخله اي حنا كلنا ودي صغيرين نتعلموا من بعض.